السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل مع بعض شرح الزي بيلدر، وهتلاقي الرابط للموقع أسفل الفيديو. دلوقتي أنا ممكن أكون محتاج إن أنا أغير لون الحيطة دي مثلا، فأعمل على سيلكت وأقول له كولر وأبدأ أختار اللون اللي أنا عايزه بالشكل دوت. تقدر تختار اللون اللي أنت عايزه كولر، وبتيجي هنا وتغير اللون بالشكل دوت. ممكن تقول له أنا عايز أشوف الأوبستي، يعني تبدأ تمسك العنصر وتقول له الوسط بتاعتها خليها شفافة شوية بالشكل دوت. ممكن تعمل لها إخفاء لو أنت حابب، يبقى كده العنصر كله هيختفي. يعني على سبيل المثال مثلا، خلينا نعمل زوم مثلا على الشباك دوت، هقول له هايد هيختفي. ممكن في أي لحظة أقول له شو أول، فيبدأ يجيب لي العناصر كلها. ممكن أعمل سيلكت على بعض العناصر اللي أنا عايز أشوفها بس، وأقول له أنا عايز أعمل أيزوليت، هيخفي كل حاجة ما عدا الحاجات اللي أنا عامل لها سيلكت. ممكن أقول له شو أول تبدأ تظهر، بس لسه اللون مختلف. أقول له ريسيت يبدأ يرجع الألوان للأصل بتاعها.